لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده للميزان. مواليد الميزان النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، يقدروا ان هم يحققوا تقدم في الأعمال ويندمجوا بسرعة في علاقتهم مع الآخرين. كمان على الصعيد العاطفي، بما ان القمر في منزل الحب بيديهم طاقة عاطفية وقدرة ان هم يقربوا اكتر من الاحباب ويعبروا عن مشاعر ايجابية.